بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة البقرة يرسم لنا الله الطريق لحياة سعيدة واضحة إذا اتبعناها بيسر، فإننا ننال سعادة الدارين. وإذا خرجنا عنها فإن الله سبحانه وتعالى يجعل عيشتنا نكدا. وسبحان الله لم يكلفنا بما لا نطيق، ولا كلفنا من أمرنا رهقا، بل كلفنا بأشياء تعود إلينا لصالحنا في نفسنا وفي فطرتنا التي فطر الله الناس عليها. يقول تعالى: حافظوا على الصلوات، بس خلاص. أدي نصيحة، ناس بتقول لك أعمل إيه، نخرج إزاي من أزمتنا ومن ورطتنا ومن كذا إلى آخره. طب اسأل نفسك، أنت بتصلي؟ اسأل نفسك بس السؤال واحد، فتجده يتنطط ويقول: انتوا هتدخلوا في بيني وبين ربنا؟ لا، بس برضو سؤال، انا بقول اسأل نفسك مش اسألني انا. انت بتصلي؟ اسأل نفسك، قل له روحك انا بصلي. يقول: شوف المشايخ عايزين يعملوا حراس علينا. لا، مش عايزين نعمل حراس عليكم، احنا ما علينا الا البيان، ما علينا إلا البلاغ، ما علينا إلا التعليم. لا أنا معاك وإنت بتصلي، ولا أنا معاك وإنت ما بتصليش، ده أنا برشدك، بنبهك، أثير في ذهنك سؤال: إنت بتصلي؟ بصلي. ويعني أنه يعرف الصلاة، تلاقيه بيصلي يوم الجمعة بس. السؤال الثاني: طب بتحافظ على الصلاة؟ الاقي بصلي الصبح ركعتين، اقول صباح الخير يا ربنا، وبعدين ما بصليش بعد كده لان الدنيا بتاخدني. طيب ربنا بيقول لك اهو كلمه وبسيطه: وانها لكبيره الا على الخاشعين. بيقول لك حافظوا على الصلوات، كلمه حافظوا على الصلوات، ثلاث كلمات. ايه رايك انها فيها مفتاح الدنيا والاخره؟ لان وذروه سنامه الصلاه. الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاه، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه. ايه ده؟ الصلاه. حافظوا على الصلوات. بيقول لك نعمل ايه؟ فين البرنامج بتاعنا؟ حافظ على الصلاة، وهو ده يعني اللي هيحل لنا مشاكلنا الاقتصادية والزراعية والسياسية والاجتماعية والعلمية وكذا إلى آخره. طب حافظ على الصلاة كده، وهو عدم الصلاة هو اللي هيحل لك المشكلات، وهو عدم الصلاة اللي انت فيه ده هو حل المشكلات؟ مسأل روحك. طب الصلاة مش هتحل المشكلات، على الأقل يا أخي ترضي ربنا فيوفقك. عدم الصلاة بقى هيحل المشكلات؟ هيخلينا يعني من العلماء؟ هيطلعنا القمر؟ ما هو مش هيعمل لنا كده برضه، ده هيتوهنا. والصلاة الوسطى، يعني حافظوا على الصلاة الوسطى أيضا. وإيه الصلاة الوسطى دي؟ ما نعرفش. فيها أربعون قولا. قل لك الفجر، لا الظهر، لا العصر، لا المغرب، لا العشاء. لا صلاة اللي صعب عليك. ايه الصعب عليك؟ قال والله الصعب علي الفجر ده علشان ببقى نايم، يبقى هي دي الصلاة الوسطى. والتاني بيقول لا الظهر عشان ببقى بشتغل، ده انا بقوم من النجمة وقبل الشروق وكل حاجة، لكن الظهر ده هو اللي صعب علي، يبقى هي دي الصلاة الوسطى، او العصر، وهكذا.
يبقى إذن الصلاة الوسطى دي متحركة، يعني تختلف باختلاف الزمان والمكان. فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ربنا سبحانه وتعالى أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات حتى نحافظ عليها جميعا، وأخفى اسمه الأعظم في أسمائه الحسنى حتى ندعوه بها جميعا، وأخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان حتى نقوم هذه الليالي جميعا، وأخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة حتى ندعوه سبحانه وتعالى فيها جميعا، وأخفى ولي الله في الناس حتى تحترم الناس جميعا. ما تقولش ده حقير وحش بتاع، لا ده يمكن ده ولي الله أنا إيش دعوه، أنا اللي وحش. وأخفى الكبائر في سائر الذنوب حتى تبتعد عنها جميعا. يبقى أخفى أشياء في أشياء، والغرض التربية. وقوموا لله قانتين، قانت يعني ساكت هادئ متعلق القلب بالله، أدي قانت القنوت يعني الدعاء، فقلبك معلق بالله. وقوموا لله أثناء صلاتكم وأنتم قانتون له، لا تدعون سواه ولا تلتجئون إلا إليه سبحانه وتعالى. فإن خفتم، كان في خوف في حرب في جهاد في سبيل الله، فرجالا، فوانتم ماشيين على رجليكم صلوا، أو ركبانا وانتم راكبين الدبابة وانتم راكبين الطيارة صلوا. فإذا أمنتم، خلصت الحرب، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصلاة الخوف تصل الحال فيها إلى أن الواحد يقول في شدة الالتحام: الله أكبر، الحمد لله، السلام عليكم، وهو إيه فوق العدو والعدو فوق. إلى هذا كده صليت الظهر. ياه، يعني ربنا بيقول لك ما تسيبش الصلاة حتى في أحرج الأوقات، وانت بتدافع عن الحياة أو عن الوطن أو عن العرض أو عن المال أو عن كذا إلى آخره، وتصد العدوان وترفع الطغيان، برضو لازم تصلي. والصلاة اختزل للدرجة دي. بسم الله أكبر، خلاص دخلنا الصلاة، الحمد لله، السلام عليكم، خلصت الصلاة. قال كده انت قضيت الظهر كده الحمد لله. واحد زميلك يتصل بيك يقول لك ها صليت الظهر، يقول لك الحمد لله صليناه، ويجوز جمع العصر معاه، فتقول بعدها الله أكبر، بسم الله، السلام عليكم، كده صليت العصر. إذن فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.